السلام عليكم. اليوم في شهيوات ام مريض ان شاء الله راح نديرو ان سالاد دو فخوي بطريقه سهله وبنينه ان شاء الله راح تعجبكم. واش راح ندير؟ كميه تاع لي فخاز، حبه تاع البنان، حبه تاع التفاح عفوا مقطع رقيقه، وحبه تاع البنان. وهنا عندي لي فون دو تارت اللي كنت درتهم من قبل تاع لي فخاز، يعني كي يبقاو لي حبيبات انا نخدم بهم لي ديسير، لانه العجينه تجي بزاف بنينه. ولا ما عندكش تقدري ديري اي بسكويت طحنيه والسكر. طريقه سهله، نص حبه تاع القارص. دابا واش راح ندير؟ راح ندير الفواكه تاوعي كامل. هنا ديري الفواكه اللي حبيتي، ماكش مقيده بهذا المقادير. هنا ديري واش حبيتي. هذا واش راح ندير؟ راح نحصر عليهم شويه تاع القارص هكذا الفاكهه تاعنا تبقى بيضه ما تكحلناش، والسكر اختياري. انا هنا راح ندير زوج مغارف تاع السكر، راح تكفيني. واش راح ندير؟ نخلطهم مليح. وهنا كي تضاعفي المقادير او تزيدي ديري، كل وحده الذوق تاعها. اذا هذا الفاكهه واش راح ندلها؟ راح نغلق عليها لابواط كما رانا نشوفو. انا لاصالاد دو فروي تاعي ما ندير فيها حتى جو، لانه الفاكهه هي راح تطلق الجو تاعها. واش راح ندير؟ نغلق عليها لابواط ونحطها في الثلاجه حوالي ساعتين، ومن بعد نرجع لها باذن الله. يعني تقدروا تجهزوها مقبل وقت التقديم، يعني ديروا لافينيسيون فقط وتقدموها. الان راح نجوزوا الطريقه تاع التزيين تاع لاصالاد دو فروي تاعنا. ها هي لاصالاد دو فروي تاعي بعد ما جازوا عليها ساعتين في الثلاجه. شوفوا كيفاش ولات، يعني هذيك الفاكهه طلقت لها الجو تاعها، ها هي، وتولي شويه طريه وتولي بنينه، ها هي. وهنا عندي لا كريم شانتيي طلعتها، كاس بودره الشانتيي مع كاس حليب بارد طلعهم بالباتور. وهنا داك لو بيسكوي اللي كنت طحنتو. اذا واش راح ندير؟ اذا راح ندير اون كوش من التحت تاع لا كريم شانتيي بهذه الطريقه، ندير فوقهم شويه تاع لو بيسكوي فوق لا كريم شانتيي. يعني نسيو كيفاش نديرو هكذا في الطاف باش يبانو لنا الطبقات بهذه الطريقه. اذا فوق لو بيسكوي تاعنا راح ندير الفاكهه تاعنا، مع انه الفاكهه فيها هذاك لو جو هي راح تشمخ لنا هذاك لو بيسكوي تاعنا كما رانا نشوفو بهذه الطريقه. اذا راح نزيد عليهم شويه تاع لا كريم شانتيي. نسيو كيفاش نديرو في الطرف باش يبانو في الكاس تاعنا. اذا راح نزيد شويه تاع لو بيسكوي، طبقه تاع لو بيسكوي. بهذه الطريقه فوق لو بيسكوي راح نزيد الفاكهه، نخلطوها باش يتجانسوا كامل الالوان بهذه الطريقه كطبقه اخيره. ها هو لو ديسير تاعنا كما راكم تشوفوا، طبقات راهم باينين. اذا هنا واش راح ندير؟ راح نشبعها بشويه تاع لا كريم شانتيي من الفوق بهذه الطريقه، ونص حبه تاع لي فخاز. اذا ها هو الديسير تاعنا. اذا ها هي لا سالاد دو فروي تاعي واجده كما راكم تشوفوا. شوفوا الطبقات تاع لا كريم شانتيي، البسكوي، الفاكهه. يعني ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه وتجربوها، لانها تجي بزاف بنينه. ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ما عليكم غديروا لي جيم لا فيديو وتشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد.